اهلا، نورتونا في قناه ايمي يومي. لاول مره يشوفني انا بعمل وصفات حلوه وحادق وكمان وصفات صحيه. عشان توصلوكوا الوصفات الجديده يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس. النهارده هنعمل البقلاوه زي المحلات، وهنعرف ازاي ان احنا نعملها مورقه وباقي فيها كل طبقات الجلاش كده، وفي نفس الوقت بتدوب في البق. اول حاجه الشربات بتاعنا شربات تقيل، هنحط كوبايتين سكر وكوبايه ميه. ومعلقه صغيره فانيليا. انا بحب استعمل منكهات عربيه في الشربات، بس ده اختياري يعني، اللي مش حابب ممكن يستغنى عنه، او اللي حابب يحط ماء زهر برضو. هي البقلاوه التركي اصلها ماء زهر يعني، بس انا بحب ما بحبش طعم ماء الزهر، فهستعمل ورق لورا وعود قرفه وحبهان وقرنفل، وهبقى اشيلهم في الاخر. واول ما الشربات يبتدي يغلي هحط معلقه كبيره عصير ليمون. هسيب الشربات بتاعي يغلي 10 دقايق لحد ما يعقد كده ويتقل معايا، بعدين هدخله التلاجة لغاية ما يبرد تماما. هجيب صينية مقاس 28 وهدهنها زبدة. هحتاج حوالي ربع كيلو من الجلاش. هبتدي ان انا افرد الطبقات بتاعتي وارفع الزيادات على حواف الصينية كده، وهجيب كل مرة الورقة تبقى عكس التانية، يعني مرة بالطول ومرة بالعرض. هكمل كده. انا علشان الصينية بتاعتي مدورة هعمل اغلب الكمية بتاعتي تحت، وهعمل بس حوالي 3 4 طبقات بس فوق. لكن الناس اللي هتستعمل صينية مستطيلة أو مربعة مش هيحتاجوا كده، هيستعملوا نص كمية الجلاش تحت ونص التاني فوق. بعدين هحط الحشو بتاعي. انا هستعمل 8 كيلو بندق مفروم و 8 كيلو عين جمل مفروم، هعملها نص ونص يعني. بس برضو اللي حابب يستعمل نوع واحد براحتكم، وهي البقلاوة التركي اصلها بالفستق، فكل واحد يستعمل نوع المكسرات اللي بيفضلها يعني. بس انا بصراحة حبيت طعم عين الجمل فيها اكتر من البندق، يعني ظاهر كده ومتناسق بصراحة مع طعم البقلاوة يعني، اكتر من البندق بكتير. بعدين هبتدي ان انا اطبق الاطراف الزيادة اللي كانت على جوانب الصينية، اطبقهم على جوه، ودول بقى هيعتبروا معايا طبقات علوية للبقلاوة بتاعتي. عشان كده انا مكترتش في الطبقات اللي سبتها لفوق يعني، لان دول كده عملوا معايا طبقات كتير. فهبتدي بس ان انا اقفل عليهم بورقتين ثلاثة من الجلاش كده. هبتدي ان انا ادكك الاطراف الزيادة اللي عندي دي بالعكس، يعني انا هدخلها تحت الجلاش اللي عندي بتاع الجزء اللي تحت ده، انا هدكك بقى فيه الطبقات اللي فوق بحيث ان انا اقفلهم مع بعض كويس.
بعدين هقطعها من اتجاه واحد بس، واخد بالي من حركة السكينة علشان مش عايزة ان الطبقات تتزحلق من على بعضها او ان الجلاش يتبهدل معايا او كده. لازم ان انا اعمل الحركة الترددية للسكينة دي، واسيب اخر جزء دوت ما اقطعهوش لان مش هملكه من الاتجاه ده. بعدين هلف الصينية بقى واكمل الجزء اللي انا مكنتش قطعته للآخر. هسقيها بقى ب 300 جرام زبدة سايحة، يعني حوالي 1.5 كوباية. انا عارفة ان كمية الزبدة تبان كتير، بس هي دي اللي في الفرن بقى هتبتدي ان هي تنزل معايا في الطبقات كلها وتفصل لي طبقة عن التانية عشان يطلع معانا مورق ومقرمش وزي بتاع المحلات بالظبط. اوزعها على الصينية كلها، احاول ان يكون كل جزء في الصينية وصلته الزبدة بتاعتي. بعدين بقى هقطعها في الاتجاه التاني. وهكمل القطع التاني للناحية التانية. هدخلها فرن 180 درجة مع المروحة، والناس ما عندهاش مروحة ممكن تستعمل الشواية عشان تحمر كمان من فوق. دلوقتي بقى هسقيها بالشربات البارد اللي احنا عملناه، ويكون الجلاش لسه سخن، يعني احنا عايزين الجلاش سخن والشربات بارد. هوزع الشربات بتاعي بقى بحيث ان هو يوصل لكل الاجزاء. احنا مش هنحتاج نستعمل كل كمية الشربات اللي احنا عملناها، تقريبا هنحتاج نصه بس، فاللي حابب من الاول يعمل نص كمية الشربات دي بس مفيش مشكلة، عشان هو هيحتاج نص الكمية دي بس لكمية الجلاش اللي احنا عملناها. كده البقلاوة بتاعتي جاهزة، شايفين مقرمشة ازاي؟ باين عليها من شكلها كده انها مقرمشة والطبقات مرقة كلها.
شايفين الحشو بتاعي والطبقات اللي بقولكوا عليها اهي، ويعني بجد تحفة جدا. يعني هستنى ان انتوا تجربوها وتقولولي رأيكم في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديدة.